السيد الرئيس، السيد الوزير، كثرت الإشاعات حول إنجازات الحكومة وحول الأسمنة. كل هذه الإشاعات اللي كانت الأساس ديالها هو بث الشك والاستياء عند المغاربة ولغايات مختلفة. سيد الوزير، نحن تمين مجهودات الحكومة لدعم استقرار أسمنة المواد الأولية، سواء المجهودات لدعم القدرة الشرائية عبر عدة إجراءات كما جاء في السنة الماضية فاتح ماي بالرفع من السميك اللي همات 2 مليون ديال المواطنين، وكذلك المجهودات اللي كتهدف لدعم المواد الأولية، لأن احنا كنعرفوا بأن الحكومة ما زالت تدعم المواد الأولية، بحيث أنا في 2014 الدعم اللي مشى لغاز البوتان كان بمساواة 13.9 مليون درهم، السكر 3.2 مليار، نعم، الدقيق الوطني 2.5 مليار درهم، كما أن الحكومة ما زالت تدعم بشكل جزئي السعر ديال الغازوال اللي مشى له 9.5 مليار درهم. كل هذه الاجراءات وهذه المجهودات بدات كتعطي التاثير ديالها، بحيث ان الرقم الاستدلالي او لا بطريقه سهله المقارنه بين الاثمنه ديال المواد الغذائيه في غشت 2014 مقارنه مع غشت 2013 عرفت واحد الانخفاض بمستوى ناقص 1.3، يعني ان الاثمنه ديال المواد الغذائيه لم ترتفع، بالعكس هي نزلات. كل هذا سيد الوزير اشياء مزيانه، لكن هناك بعض المشاكل، هناك بعض التجار اللي باقيين كيتلاعبوا بالأثمنة، وفي هذا الإطار نريد منكم سيد الوزير تفعيل دور لجنة المراقبة وكذلك سيد النائب المحسن.